بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 30، كتاب الحدود، وفي 11 بابا. والحدود جمع حد، والحد هو معناه القطع. أصل الحد لغة معناه القطع، أما معناه الشرعي فهو عقوبة مقدرة شرعا. الحد شرعا معناه إيه؟ عقوبة محددة شرعا. ومحددة يعني مقطوعة، يعني قطع بها الشارع، يعني حددها. فهمت إزاي؟ وعلشان كده ما نقول إيه أصل الحد هو القطع، اللي تقول إيه هذا السكينة حادة يعني إيه تقطع، وتقول سيف حاد يعني يقطع. فأصل الحد هو القطع، فاخد بالك ازاي؟ ولما يكون الأمر فاصل بين شيئين بوضوح يكون قاطعا. فالحد عقوبة مقدرة شرعا، فهي مقطوع بها شرعا، محددة شرعا. فهمت ازاي؟ ادي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. باب الحدود. وشرع الله الحدود لبعض الجرائم، لأن جاء الشرع الشريف بصيانة الدين وصيانة العرض وصيانة المال وصيانة العقل، مش كده برضو؟ وصيانة ايه تاني؟ النفس. يبقى جاء الشرع الشريف بصيانة 5 حاجات: الدين والعقل والنفس والعرض والمال. 5 حاجات هو جاء الدين لصيانتها، كويس؟ فشرع لكل واحد من 5 حدود عقوبات عشان يحميها. فللحفاظ على الدين شرع حد الردة، وللحفاظ على العقل شرع حد الخمر، وللحفاظ على المال شرع حد ايه؟ السرقة. وللحفاظ على العرض شرع حد القذف وحد الزنا. شفت بقى؟ فجاي الحدود اساسا للحفاظ على ايه؟ مقاصد الدين العليا. فهمت بقى المسألة؟ ها؟ المقدمة دي مهمة، المقدمة اللي بنقولها في كل باب في كل كتاب دي مهمة جدا، لا تقل أهمية من قراءة الأحاديث، لأنها من خلاصة الأحاديث. يبقى احنا عايزين مقاصد الدين ايه العليا؟ الحفاظ على 5 أشياء: الحفاظ على الدين، ثم العقل، ثم النفس. بالترتيب كده عشان ما تنساش. يبقى الدين فوق الكل، والعقل لأنه بيه تفهم الدين، والنفس لأن بيها بتنفذ الدين، مش كده برضو؟ ثم بعد ذلك العرض للمحافظة على النسب الأنساب، لأن بينبني عليها أحكام، وبعد كده المال، آخر حاجة تخليها المال. يبقى لو عايز الترتيب المنطقي عشان ما تنسوش: الدين فالعقل فالنفس فالعرض فالمال، بهذا الترتيب ثم ما تنساش. فهمت بقى؟ فشرع للمحافظة على الدين حد الردة، وللمحافظة على العقل حد الخمر، وللمحافظة على النفس القصاص والديات والعقل. اللي قال لك في الجروح قصاص، وقال النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة من يولى الألباب، كل ده للمحافظة على النفس.
والعرض شرع له حد القذف وحد الزنا، مش كده برضو؟ وللمال شرع فيه حد ايه؟ قطع اليد، قطع يد السارق من اجل المال، حد السرقة. هنتكلم بقى على حد حد، ادي الحدود، يبقى احنا عرفنا الحدود اهم، استنبطناهم من ايه؟ من الخمس، يبقى احنا هنقرا كتاب الحدود يبقى عارفين، هنتكلم على الزنا، هنتكلم على ايه؟ القذف، حد القذف، حد شرب الخمر، على حد السرقة، وعلى حد الردة اتكلمنا عليه في مواضيع قبل كده، وأحد والقصاص والديات والقسامة خلصناها. شفت الترتيب المنطقي اللي في ذهن الإمام مسلم؟ فهمت بقى المسألة عشان تبقى فاهم ازاي الإمام مسلم كان بيصنف كمان. هنتكلم النهاردة على حد السرقة ونصابها. إيه هي السرقة؟ شرعًا هو أخذ المال خلسة من حرز مثله، تعرفها كده تحفظها على طول. حد أخذ المال خلسة يعني خفية من حرز مثله، من المكان اللي بيحفظ فيه مثل هذا المال. إذا كان أموال مالية بيحفظ فين؟ في المحفظة أو في المكتب أو في الخزانة. لكن لو أخذ المال من على الرصيف يبقى مش سارق، لقطة. فهمت؟ يبقى لابد أن يكون حرز مثله. أخذ القمح من الجرن يبقى ده حرزه، لكن أخذ المال القمح من الحقل يبقى ده مش بحرزه، يبقى مش سارق. فهمت بقى إزاي؟ لكن ممكن يؤخذ الأموال بطرق أخرى كثيرة غير أن يكون خلسة، لا يسمى سرقة. إذا أخذه بغير حق يسموه غصب، وإذا أخذه بغير حق جهرا، أخذ المال جهرا بغير حق يسموه إيه؟ غصب، ما يسموه السرقة. فهمتني إزاي؟ غصبا بغير حق، بقوة يعني اهابة، جاب مسك مسدس كده وراح عامله في وشك كده وراح واخد مالك قدامك وانت باصص لمالك بيتاخد قدامك مش قادر تدافع عن نفسك، واخده بقوة لانه هيقتلك، يبقى ده اسمه ايه؟ مغتصب، غصب، ما اسموش حرامي سارق، او ده لا يقطع يده، القطع في السرقة بس. طب ليه ما عملش حدود في الغصب والنهبة؟ النهبة ان هو يأخذه ايه؟ عيني عينك. النهبة تشبه الغصب. فهمت ازاي؟ الغصب اما ان يكون بقوة النفوذ او بقوة السلاح، اما النهبة فتكون بقوة السلاح. يبقى في غصب وفي نهبة. بينتهي بالمال. فهمت ازاي؟ الشارع جعل الحد في السرقة ولم يجعله في الغصب والنهبة وغير ذلك، لماذا؟ لأن الغصب والانتهاب فيه نوع جهر، والجهر يسهل إقامة البينة عليه، فيمكن للحاكم أن يرد لك حقك، ولذا لم يجعل له حدا الشارع. أولا لقلة حدوثه، ولكونه إذا حدث يسهل إثباته وللحاكم والقاضي أن يرده لك، فعندك أمل أن يرجع لك. أما السرقة فكثيرة من حيث الحدوث، كثيرة من حيث إثباتها، صعبة جدا لأنها خلصة. فهمت إزاي؟ فيتهاون الناس فيها فتعظم خطرها فحد لها حد. فهمت بقى؟ عشان لما تيجي تسأل ليه الشرع حد حدا للسرقة بالقطع ولم يقطع يد الناهب ولا الغاصب ولا الظالم. فهمت إزاي؟ مع ان ده برضه خطر، لان هذه الاشياء فيها جهر، والجهر يسهل اثباته ويجعلها اقل حدوثا من حيث نسبه الحدوث، وان الحاكم له سلطان ان يرد لك مالك به. اما السرقه ما فيهاش ده كله، السرقه خفيه
يصعب اثباتها يكسر حدوثها. فهمت؟ فاراد الشارع ان يمنعها فحد لها حدا. هل يشترط لإقامة حد السرقة وهو القطع، قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله؟ طب هذا القطع يشترط في أي سرقة أي شيء ولا يشترط قيمة معينة نصاب؟ فهم؟ ده أسئلة متعلقة بالمسألة. ذهب الظاهرية والخوارج والحسن البصري وابن بنت الشافعي إلى أن السرقة مطلقا بغير نصاب يقطع فيها إن ثبتت. السرق مطلقا بدليل عموم الآية. بدليل إيه؟ عموم الآية. يعني لو سرق بيضة؟ لو سرق بيضة. لو سرق برتقالة؟ لو سرق برتقالة. لو سرق أي شيء أو حقير يقطع يده على هذا المذهب، والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور اشترطوا النصاب وجعلوا عموم الآية في السارق والسارقة مقيد بنصاب من السنة. فهمت؟ فحدوا للسرقة نصاب معين، وقالوا لابد ان تبلغ نصابا معينا، يعني قدرا معينا، بحيث انه لو قل عنه يعذر ولا يقطع. يعذر يعني عقوبه غير مقدره ولا تقطع اليد. واختلفوا في النصاب، يبقى هم قالوا ايه؟ لابد من وجود نصاب. ده الجمهور. ثم اختلفوا في تحديد هذا القدر النصاب. ذهب الامام الشافعي لان النصاب هو ربع دينار. ربع دينار يعني ايه؟ يعني جرام وتمن ذهب عيار 21، يعني حوالي 300 جنيه تقريبا دلوقتي بسعر الحال، تقريبا حوالي 300 جنيه، 350 جنيه. يبقى لابد ان يكون ربع دينار، فما زاد. اقل من ربع دينار اقل من ربع دينار لا تقطع اليد، ولكن يعذر. يعذر يعني ايه؟ يعني عقوبة غير مقدرة شرعا، يعني الحاكم يختار، الحاكم يختار العقوبة المناسبة. ادي معنى تعزير. يبقى الحد عقوبة مقدرة شرعا، والتعزير عقوبة غير مقدرة شرعا. وذهب الامام ابو حنيفة الى ان الحد 10 دراهم، حد القطع نصاب السرقة 10 دراهم. وذهب المالكية ومن وافقهم إلى أنه إما 3 دراهم أو ربع دينار، وكذا الحنابل. وهناك خلاف كبير بين مذاهب أخرى غير مشهورة، حتى أنهم أوصلوها إلى 40 درهما وإلى 4 دنانير، ولكن هذه المذاهب لا دليل لها. كما ذهب الإمام النخعي والإمام الثوري وغيرهم، جعلوا إيه؟ نصاب، لكن الأدلة على خلاف ذلك. واضح؟ الوقت 10 دراهم قيمتها قد إيه؟ دراهم فضة. الدرهم 2.9 جرام فضة. يبقى 10 دراهم يعني 29 جرام فضة. فلو قلنا جرام الفضة ب10 جنيه مثلا يبقى 290 جنيه. فهمت؟ لو قلنا جرام الفضة 20 جنيه يبقى اضرب في 2 وهكذا، زي ما يطلع بقى. فهمت بقى المسألة؟ ده أخذ الفضل من الحق لا يسمى سرقة. لا يسمى سرقة، يعني لا يقطع، لكن يسمى إيه؟ نهيبة، يسمى غصب، يسمى أي حاجة. فساعتها الحاكم يقبض عليه ويعذره. تعزير. فهمت ازاي؟ عقوبة تعزيرية. باب حد السرقة ونصابها. الباب الأول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث
الثاني والتسعين بعد الأربعمائة والأربعة آلاف، قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى. قال ابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارقة في ربع دينار فصاعدا، وهذا دليل الشافعي. ربع دينار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارقة في ربع دينار فصاعدا، يبقى أقل حاجة ربع دينار. الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 21، يبقى ربع دينار جرام وتمن. شفت بقى عشان تعرف تحسبها يعني بأسعار كل إيه بلدة أنت فيه. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد وحرملة، قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وده مذهب المالكية والشافعية، ربع دينار فصاعدا، لكن المالكية والحنابلة قالوا يا ربع دينار يا ايه يا ثلاث دراهم. فالشافعي قال لهم لا، ده ثلاث دراهم كانت تعادل ربع دينار ايام النبي. فالعبرة بالدينار مش بالايه بالفضة. فهمت بقى ازاي؟ خصوصا ان الوقت تفاوت السعر، ايام النبي ثلاث دراهم تساوي ربع دينار. طب الوقت لو حطيت ثلاث دراهم فضة هتلاقيهم تفاوتوا وبقوا اخفض كثير من قيمة الربع دينار. والنبي قال اضربوا الحدود بالشبهات، يبقى نمشي مع الاعلى. شفت بقى كلامه الشافعية ماشي ازاي منمق بايه بترتيب منطقي من دلائل الشرع. فهمت بقى ازاي؟ لان انا لو قلت يدا يدا فالربع فالثلاث دراهم الوقت في زماننا هتساوي مثلا ايه حوالي 90 جنيه او 100 جنيه. واحد سرق 100 جنيه ولو الربع دينار يساوي 300 جنيه. انا اقطع على 100 ولا اقطع على 90 على 300؟ قال لك الاحتياط اقطع على الاعلى، لان النبي قال اضربوا الحدود بالشبهات. فهمتني ازاي؟ فيبقى ايه مذهب الامام الشافعي ماشي منطقي مع ايه مع الاحداث. وعن ابي قال وحدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى، واللفظ لهارون وأحمد، قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. أبو العلاء المعري كان كثيرا ما يعترض على الشرع الشريف، عامل زي الجماعة المخالفين بتوع اليومين دول اللي بيقولوا عليهم ايه معترضين على الشرع والليبراليين والكلام ده. كان دي طريقته ابو العلاء المعري. وابو العلاء المعري كان شاعرا حاذقا وكان ايضا فقيها متعلم الفقه. فالفقهاء عندهم في القصاص باحاديث النبي ان اليد اذا قطع انسان يد عدوانا بخمسين جمل نصف دية، يعني اليد تساوي في الشرع الشريف خمسين ناقة تساوي 500 دينار. شفت ازاي؟ واليد تقطع في ربع دينار. فازاي يد تودى بخمسمائة دينار وتقطع في ربع دينار، ودي يد ودي يد؟ فبيعترض. فهمت ازاي؟ في تناقض. اذا كانت بتودى ب 500 يبقى تقطع لما تسرق 500 عشان يبقى ايه منطقي. ما هو عايز يجيب لك تناقضات في الشرع. فقال لك ايه بقى الشعر ده، خد بالك انا جبته لك اهو. فقال يد بخمسمائين عسجد وديت، بخمسمائين يعني ب 500
عزجد يعني ذهب، يد بخمس مئين عزجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. فهمت ازاي؟ عايز يبين التناقض في الشرع الشريف. أم أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، قال له إيه؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. رد عليه بقى الرد ده المفحم ده، فرح سكت بطل يتكلم. فهمت؟ فلا بد ان الفقيه يكون فاهم حكمة الشرع ويرد هؤلاء ايه الملاحدة اللي هم عايزين يعيبوا في الشرع الشريف ويطلعوا في نقائص وتناقضات. فهمت؟ فقال له ايه سيدنا عبد القاضي عبد الوهاب المالكي؟ قال عز الامانة اغلاها، لان الايد اللي قطعت دي وهي امينة تساوي 500 دينار، لكن الايد اللي قطعت دي ايد رخيصه ارخصها الخيانه، فهو اللي رخص نفسه. فهمتني ازاي؟ قال له ايه؟ عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه، فافهم حكمه الباري. وفي رد تاني قال له رد تاني برضه، قال له ايه؟ قال له وقايه النفس اغلاها. وقاية النفس، ما احنا جاء الشرع لإيه؟ لحماية النفس، مش كده برضو؟ قال له وقاية النفس أغلاها، لأن جاء بحفظ النفس. وأرخصها وقاية المال، فالفرق بين المال والنفس، النفس أغلى والمال أرخص. ففي السرقة احنا بندفع المال، بندافع عن المال، وفي قطع اليد بندافع عن النفس. فهمت ازاي؟ فدي رد تاني، قال له ايه؟ وقاية النفس اغلاها وارخصها وقاية المال، فافهم حكمة الباري. فهمت؟ فدي من اللطائف اللي تاخد بالك منها. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر وهارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى، واللفظ لهارون واحمد، قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. وعن أبيه قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس. المجن اللي هي إيه؟ نوع من إيه؟ من أنواع التروس. إذا كان معدن يسموه ترس، وإذا كان جلد يسموه إيه؟ حجفة. يبقى المجن ده عبارة عن درع، درع يقي الإنسان من إيه؟ من الجروح في أثناء الحروب، ده اسمه المجن. نوعين، حجفة يبقى ده مصنوع من جلد، أو ترس ده مصنوع من معدن. واضح؟ وكلاهما ذو ثمن، يعني له قيمة يعني. وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن يعني له قيمة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. وده رأي مين؟ الإمام مالك في الموطأ، 3 دراهم.
الشافعي قالوا ايه؟ قالوا الثلاث دراهم يا امام كانت تساوي ربع دينار يا امام في عصر النبي. فهمت ازاي؟ كان الدرهم كان ب 12، الدينار ب 12 درهم في اول العصر النبوي، كان الدرهم الدينار يتفك ب 10 دراهم في اول العصر النبوي. على اواخر العصر النبوي حصل غلاء فصار الدينار يساوي 12 درهم. فهمت بقى ازاي؟ فبقى الربع دينار ايه؟ 3 دراهم. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي حا قال وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ايوب السختياني وايوب بن موسى واسماعيل بن اميه حا قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ايوب واسماعيل بن اميه وعبيد الله وموسى بن عقبه حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني اسماعيل بن اميه حا قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن ابي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن انس واسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، غير ان بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم. وعن ابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن الله السارق، فيجوز اللعن لغير المعين، يجوز لعن غير المعين يعني غير بغير تحديد اسم، يعني لعن موصوف بصفة غير معين، نقول لعنة الله على الظالمين لكن ما قولش فلان لعنة الله على فلان. فهمت؟ يبقى لا يجوز اللعن مع التعيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ليس بلعان ولا فاحش ولا بذيء. المؤمن ليس ايه؟ بلعان ولا فاحش ولا بذيء، دي صفات المؤمن. طب وازاي النبي لعن؟ النبي لعن على صفات ولم يلعن على تعيين، فالنبي قال المؤمن لا يلعن معينا يحدد ولو ان يلعن صفه للتحذير منها. فهمت؟ زي ما ربنا قال لعنه الله على الظالمين، والنبي قال لعن الله النامصه والمتنمصه، واخد بالك ازاي؟ وغير ذلك، والفالجه، ولعن الله السالقة والحالقة مش كده بقى، والشاقة، دي كلها صفات وأفعال، ولم يحدد فلانة ما قالش كده أو فلان ما قالش كده. فلا يجوز اللعن على التعيين ويجوز اللعن على غير تعيين. واضح؟ يبقى أي صفة؟ لسه هعلق على بقية الحديث. لعن الله السارق يسرق البيضة. قالوا طب ما هو البيضة هنا ملهاش حد، ده البيضة دي ضئيلة جدا، ايه ربع دينار؟ وبالتالي هذا رأي من قال ان السرقة مطلقا فيها القطع بغير حد. الشافعية ردوا قالوا ايه واللي قالوا بالنصاب؟ قالوا البيضة هنا ربما يقصد بها بيضة الحديد وهي بيضة لها قيمة، والحبل ايضا يكون حبل له قيمة، يعني تصل إلى ربع دينار فصاعدا تصل للنصاب، فالنبي حقر هذا النصاب مهما بلغ مقابل أنه هو يعرض نفسه لقطع يده ولإسقاط مروءته. فهمت إزاي؟ وبالتالي يبقى البيضة هنا تحتمل أنها تبقى لا قيمة لها أو تكون لها ذات قيمة. فهمت إزاي؟ وبالتالي إذا دخل الحديث الشك والاحتمال نعود الى الاحاديث التي لا احتمال فيها. فهمت بقى ازاي؟
فيبقى الحديث هنا فيه احتمال ان البيضه دي قيمتها 3 دراهم، تكون بيضه من حديد، بيضه من فضه، مش كده برضو؟ بيضه كده يطلق عليها اي حاجه، مش شرط بيضه الدجاجه، مش شرط كده. والحبل قد يكون حبل سفينه يساوي 100 دينار قيمته، لانه حبل السفينه بيبقى ليه حاجه تانية. وبعدين الحبل ممكن يكون من صلب، وممكن يكون من ايه، من ليف، يحتمل كده وكده. وبالتالي ما اخدش حديث فيه احتمالات والغي احاديث قاطعه كربع دينار وثلاث دراهم وغير ذلك. وبالتالي يبقى الحديث ده جاء على سبيل الذم والتحذير لا على سبيل التحديد، فاخذه على سبيل بس الذم والتحقير من فعل السرقه. فهمت بقى ازاي؟ وعنه به قال حدثنا عمرو الناقد واسحاق. وبعض العلماء قال لك لا، ما هو حتى لو كانت البيضه ضئيله السارق يسرق الحقير اولا حتى يتجرأ ويعتاد السرقه فيسرق النصاب فتقطع يده. يبقى النبي ابتدا بالحديث بالمبادئ التي تؤدي بعد ذلك الى الوقوع في النصاب. يبتدي الاول يسرق الحقير، وبعد كده لما يعتاد السرقه يبتدي يسرق ما يقطع يده به. فهمت ازاي؟ فبعض العلماء فهموا الحديث ده بالطريقه دي ايضا. يعني اما يبقى حديث يحتمل فهوم عديده يبقى يسقط الاستدلال به على احد الفهوم. ونقوم نلجا بقى للاحاديث التي ايه؟ تكون فيها قطع واضح. فهمت بقى المساله؟ عشان كده قال لك كل ما قبل الاحتمال سقط به الاستدلال. في قاعده كده، كل ما يقبل الاحتمال يسقط به الاستدلال. دي قاعدة لازم تبقى في ذهنك وانت بتنظر للأحاديث. وعنه به قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى ابن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة. والله تعالى أعلى وأعلم. النهاردة سرق وبكرة نقطعه إن شاء الله. بكرة نتكلم على القتل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.